اسمي طلعت اختي، بابا طلع خان امي مع الفندق ميناج القديم، وهي عم تتذكر كل على خاطر غايرة كيف انا نعيش مرتاح وفرحان في دار وحدي. بيه سامحني البار دقع، وانت تشوفني شنو باش نعمل انا. الو ياسمين، اسمعني نعرف اللي هي حكاية صعيبة، راهو موضوع خايب برشا، أما ماذا بيا كان غدا الصباح تعدلي للدار أنا وين نحكيها. إيه بالطبيعة على الحكاية هذيك ما لها شنو، مية ما كلمة نستناك. حاجة تشربها بس تحب تحط لي حربوشة؟ ولا ليه عادة خنجيب لك بابيي تحط لي الدراب في بيتي. جيب لك اسمي يا ميزي واحكي لي شنو يا فما خليني. اسمعني يا سميح، هو صحيح بابا اللي طلع زلنا ابوك ونط معاه مع امك، وانا صحيح امك نحبها ونعزها وتعطيها برشا، اما اللي ما تعرفوش انت شنيا؟ معناتها انت جايبني بين ليزي، لا انت لا بوك، بوك ماهوش مستعرف بينا ومخلينا مطيشين انا وامي في الكليب، وانت تكلمني تقولي ايجا باش تهدد عليا نورمال احمد. انا غلطه نجي